أهلا بكم. كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال أول 4 أشهر من عام 2019 بنسبة 38.1%، وذكر البنك في أحدث تقرير له أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة ارتفعت بقيمة 73.4 مليار جنيه بنهاية إبريل الماضي. يأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات إيجابية للدكتور محمود محي الدين نائب رئيس البنك الدولي بشأن الاقتصاد المصري. نتابع بعض الأرقام وما جاء في هذه التصريحات، ثم نعود لنفتح النقاش حول الوضع الحالي في الاقتصاد المصري. نرحب عبر الأقمار الصناعية بالدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي. دكتور عبد الخالق، برحب بيك معايا في بتوقيت مصر. خلينا نقف في البداية عند الرقم الأول، الرقم ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة في أول 4 أشهر من عام 2019 بنسبة 38% اللي هي 73.4 مليار جنيه. يعني هل الرقم ده رقم إيجابي أم سلبي أصلا؟ الحقيقة أنه أبدا لا نستطيع ولا يستطيع الاقتصاديون أن يعتبروا استثمار الأجانب في أذون الخزانة أي في الدين المصري عمل إيجابي بالمطلق. يصبح عمل إيجابي في عدة حالات، عندما تكون هذه الاستثمارات في أذون الخزانة أو أدوات الدين على الحكومة المصرية ذاهبة إلى إعادة إنتاج أو بناء المؤسسات الإنتاجية التي تستطيع أن تسدد هذا الدين. لكن إذا كان الاقتصاد بقضه وقضيده يذهب إلى في مجالات مشروعات البنية التحتية والعاصمة الإدارية والاستثمار في العقارات والأراضي وغيرها، أنا أظن أنه ده ما يبقاش يعني إضافة إيجابية، لأنه دائما وأبدا الاستثمار في الأذون أو أدوات الدين خلال فترة قصيرة تتراوح ما بين 190 يوم إلى سنة بيتم جني الأرباح والخروج مرة أخرى من السوق، وبالتالي هذه الأموال اللي بيطلق عليها أحيانا الأموال الساخنة هي دائما وأبدا عنصر من عناصر عدم الاستقرار النقدي من ناحية، وهي عبء خاصة في الحالة المصرية اللي وصل فيه حجم الدين، سواء الدين الداخلي زي أذون الخزانة وسندات الدين على إلى آخره، إلى معدلات حرجة جدا، وأيضا الدين الخارجي الآن يقارب 100 مليار دولار وهو أيضا عبء كبير تنوء بحملها الموازنة العامة للدولة، وأصبح يأكل ما يقارب حوالي 40% تقريبا، وخلال فترة قصيرة ربما يتجاوز 50% من إجمالي استخدامات الموازنة العامة للدولة، ولا يبقى لبقية الأنشطة المالية للحكومة المصرية ما تستطيع أن تفي به متطلباتها الأساسية سواء في التعليم أو الصحة أو غيره. وبالتالي هذا مؤشر أنا في تقديري وفي تقدير معظم الاقتصاديين اللي ينتموا إلى مدارس التنمية مش البورصة وسوق الأوراق المالية والصفقات العابرة، الحقيقة بيعتبروه نقطة ضعف مش نقطة قوة على الإطلاق. طيب حضرتك أشرت ل أو انتقدت يعني فكرة أن هذه الديون وهذه الأموال يتم استخدامها في مشروعات البنية التحتية وليست في المشاريع الإنتاجية. ده ياخدنا بقى سريعا لتصريحات الدكتور محمود محي الدين، لأنه تنبأ بأنه مصر قد تحقق نسبة نمو تصل إلى 6% العام القادم، وأرجع ده لاستثمار مصر في البنية التحتية لأنه البيئة أصبحت ممهدة، الطرق أصبحت موجودة، فبالتالي ده ممكن يكون عنصر دفع
النمو يعني تتفق أم تختلف؟ لا الحقيقة أنا ما أحاجيش واحد زي الدكتور محمود محي الدين الحقيقة، لأنه كان وما زال حتى الآن مطلوب في قضايا فساد كبيرة، لكن على الأقل كان جزء من المجموعة الاقتصادية اللي كذبت وضللت الشعب المصري بشأن 7% معدل نمو، وأن الاقتصاد المصري يسير نحو الإصلاح والتنمية وكل هذا الكلام وهذه المعزوفة كان هو جزء منها، وبالتالي لا أستطيع أن أعتمد عليه أو أناقشه فيما يطرحه، لأنه في النهاية مدفوع بغرض، سواء غرض تسوية وضعه مع النظام الحالي والتخلص من يعني حتى ولو المطاردة المعنوية بشأن فضيحة عمر أفندي والفساد، أو في غيرها من الموضوعات. لكن بشكل عام البنك الدولي منذ سنوات طويلة، منذ نشأ البنك الدولي، والحقيقة جزء من مهامه الأساسية واختصاصاته هو مشروعات البنية الأساسية، على اعتبار أن مشروعات البنية الأساسية في الدول المتحررة حديثا في الخمسينات والستينات هي اللي بتمهد لجذب استثمارات وبتسهل عمليات إقامة المشروعات الإنتاجية والمجتمعات العمرانية وغيره. ده خط منهجي وفكري لدى البنك الدولي مستمر فيه من وقتها حتى الآن. لكن في الحالة المصرية عايز أقول لك، والناس بتنسى يعني وما بتتذكرش، في عهد الرئيسين أنور السادات وحسني مبارك جرى إنفاق حوالي 840 مليار جنيه، 840 مليار جنيه على مشروعات البنية الأساسية كلها، مستشفيات، مدارس، محطات صرف، محطات كهرباء، محطات مياه، طرق، كباري، كل ده أنفق على مشروعات البنية الأساسية. وبالتالي بصرف النظر بقى عن كفائتها بسبب عمليات الفساد والعمولات وكل الكلام ما اللي ده احنا غريب، عارفينه ده لانه في عهد مبارك، الكلام اللي بيقال حاليا انه استلموا البلد بدون اي مشروعات بنيه تحتيه، وزي ما حضرتك بتقول طوال فتره لا 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 ده مش السادات صحيح. ومبارك بيقال ان احنا بننفق على مشروعات لا البنيه التحتيه، طيب فين؟ لا لا ده كلام مش صحيح. انا طبعا كنت اتابع بدقه مشروعات الرئيس انور السادات وقتها والرئيس حسني مبارك، وكنت مختلف تماما مع سياساتهم وكتبت ضدهم، بس ده ما ينفيش انه في انفاق تم، سواء بسبب المعونات والمساعدات الضخمه اللي جت مصر خلال هذه الفتره الطويله بعد سنه 74، واللي بلغت حتى خلع مبارك حوالي 850 مليار دولار، ما تنسوش، وبفكر الشعب المصري وكل المشاهدين، مصر دخلها تدفقات ماليه لم تكن معروفه من قبل لا في العهد الناصري ولا في غيره، 850 مليار دولار في صوره مساعدات ومنح وقروض وفي تحويلات المصريين ودخل البترول والسياحة وقناة السويس، كل هذه الموارد الضخمة اللي بلغت 850 مليار دولار خلال هذه الفترة أنفق منها جزء كبير على مشروعات البنية الأساسية، وجزء آخر ذهب إلى مسارب الفساد ونهب المال العام. لكن خلال هذا العهد على سبيل المثال في الطرق مثلا، عشان بيتردد كلام ان احنا لأول مرة ننشئ 7000 كيلو طرق، واحنا طبعا ما بنعدش وراهم ما بنحسبش يعني، لانه ما فيش أجهزة رقابية بتراقب بجد وتقول، لكن على الأقل أنشئ وجرى مد 25000 كيلو طرق خلال عهدي أنور السادات وحسني مبارك اللي احنا خلعناه. وبالتالي لا يعني الكلام محتاج ضبط، محتاج ضبط إلى حد كبير. طيب يعني نتوقف برضو عند وجهة النظر اللي في الجانب المقابل، بيقال أنه التقليل من مشروعات البنية التحتية والطرق وغيره هو تقليل في غير محله، لأنه إذا كنا نستهدف الاستثمار المباشر وزيادة الاستثمار فيجب أولا أن نمهد التربة لذلك، يجب أن تكون لدينا شبكة طرق جيدة، بنية تحتية وموانئ جيدة، حتى العاصمة الإدارية بيقال إنها مهمة علشان الشركات تكون بعيدة عن القاهرة، وده جزء أحيانا ممكن يكون معوق لاستثمار فكرة الازدحام والاختراق المروري وغيره. هل حضرتك تتفق أم تختلف مع هذه الرؤية، إنه في البداية يجب أن نمهد الطريق قبل أن نطلب الاستثمار؟ لا
لا انا هقول لك الحاجه الوحيده الايجابيه اللي تمت واللي النهارده بيهدروها هو في موضوع الكهرباء، يعني محطات الكهرباء اللي جرى سد الثغره اللي كانت موجوده واللي كانت قدرها حوالي ما بين 3 الى 4000 ميجا وات، تم ردم هذه الفجوه، لكن في نفس الوقت بتكلفه عاليه جدا. اولا لم نطلع على العقود ونعرف يعني طبيعه العقود، احنا في عهد مبارك كنا بنقدر نجيب العقود وبنقدر نطلع على مشروعات البي او تي مع الشركات اللي بتيجي تنشئ محطات كهرباء او غيرها من المشروعات. الحاجه الثانيه انه التكاليف عاليه جدا وبيتحملها الان المواطنون، يعني كل المواطنين النهارده بيصرخوا من فواتير الكهرباء، بالاضافه لانهم خلاص يعني جرى التعويض او يعني عاده لدى المصريين انه دلوقتي بقوا بيدفعوا فاتوره اللي كان بيدفع 10 و20 و30 جنيه بقى بيدفع 150 و200 و300 جنيه. اصبح هذا هو طبيعه العلاقه ما بين فواتير الكهرباء وبين هذه الشركات، وسيجري بيعها الى مستثمرين اجانب او شركات اجنبيه، وبالتالي كانه بيجري التحايل من اجل عمليات خصخصه واخراج الدوله مره تانية من قطاع حيوي جدا بالنسبه للاستثمار وبالنسبه للانتاج. فالمشروعات الكهرباء هي الوحيده اللي جرى فيها انجاز يجري اهداره الان. لكن بالنسبه للمشروعات في العاصمه الاداريه الجديده وغيرها، هو اي مشروع انتاجي، لو في مشروع انتاجي مش مشروع في مضاربه الاراضي والعقارات وغيرها، اي مشروع انتاجي ما محتاج ينقل بضاعته للسوق، فهذا السوق يعني معناه هيحتاج انه يبقى اقرب للسوق منه لعاصمه اداريه هي عاصمه لكبار رجال القوم والاغنياء وكده، لانه حسب الاسعار اللي بتباع بيها واللي بتعرض يعني على الراي العام فيما يتعلق باسعار الشقق واسعار الفيلات والقصور وكذا، هي لطبقه اجتماعيه معينه، واعتبارات الامن فيها كان عنصر غالب في اتخاذ القرار، بالاضافه لانها اصبحت استثمار مربح جدا 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 لبعض الجهات وبعض الشركات وبعض مؤسسات الدولة دون أن يدخل فيها جنيه واحد، وأنا بقول على مسؤوليتي، دون أن يدخل فيها جنيه واحد للخزانة العامة. الأرض بتؤخذ أخذت ودخلت في إنشاء شركة مساهمة بتشارك فيها هيئة أراضي القوات المسلحة وجهاز الخدمة الوطنية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. هذه الشركة بتقسم وبتبيع وبتبني وبتبيع وبتحقق ارباح، وبتدخل الارباح دي لهذه الشركه، ما نعرفش لغايه دلوقتي هل بتحاسب كمان ضريبيا ولا ما تحاسبش ضريبيا. يعني شكل من اشكال التحايل الحقيقه يعتبر خساره للخزانه العامه، لانه دي اراضي دوله مش اراضي بتاعت جهه معينه يتقال ان دي احنا حرين في التصرف فيها، لا دي اراضي الدوله، وكان المفروض ايرادها او جزء من ايرادها على الاقل يذهب الى الخزانه العامه، وهو لن يقل في كل الاحوال عن 70 الى 140 مليار جنيه، وبالتالي ده كان مبلغ محترم ممكن انه يساهم في تغطيه جزء من العجز في الموازنه العامه للدوله او تلبيه بعض الاحتياجات سواء في قطاع التعليم او في قطاع الصحه. اذا هناك تشوه في الاولويات، واحنا تحدثنا عن هذا الموضوع، بالاضافه الى درجه من درجات الفساد المصاحب لمثل هذه المشروعات، لاننا مفيش عين فاحصه، مفيش جهاز مركزي للمحاسبات بينزل يفتش بدقه على هذه المشروعات، ايه اللي اتصرف فيها واللي اتصرف كان في محله ولا لا، وفي جدوى اقتصاديه منه ولا لا، كل الكلام ده لانه احد كبار المسؤولين وقف يفاخر باننا ما بنشتغلش بدراسات الجدوى، احنا بنشتغل كده يعني بالبركة يعني. فده يعني عقلية مش عقلية تنموية، عقلية بتاعت حظ وضربات ضربات حظ يعني. دكتور عبد الخالق، ليه حضرتك تبدو يعني متشائم بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، وكذلك كثير من الاقتصاديين والخبراء الاقتصاديين أيضا بيكونوا متشائمين بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، رغم أنه تصريحات الحكومة دايما متفائلة، صندوق النقد المركزي دايما بيشيد بالتجربة المصرية، البنك الدولي أيضا بيصدر تصريحات متفائلة، وبعض التصنيفات أيضا الدولية. الحقيقة أنه مش تفاؤل وتشاؤم، الحقيقة أنا أفكرك يا أستاذ تامر، جايز أنت صغير في السن شوية ما تفتكرش ده،
ان الرئيس السادات على سبيل المثال من بعد 74 بدأ يبشر الشعب المصري بانه سنة 80 سيكون عام الرخاء، وسمعنا بقى وقتها الاصلاح الاقتصادي نفس المعزوفة، يعني الاصلاح الاقتصادي، ترشيد الدعم، تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، اعادة الهيكلة، اقتصاد السوق وحرية العرض والطلب، كل الكلام ده سمعناه لغاية وقال من 74 هو قاعد يبشر المصريين سنة 80 عام الرخاء. ولولا انه هذه الفترة شهدت انتعاش الحقبة النفطية وسفر ملايين المصريين، حجم المصريين اللي سافروا من 74 لغاية 81 مصلحة الجوازات والجنسية استخرجت لمصريين 21 مليون جواز سفر في الفترة دي، يعني لو قلنا جواز سفر كان بيتجدد كل 7 سنين، يعني معناها على الأقل في 10 مليون ل 12 مليون مصري سافروا خلال هذه الفترة في دورة مستمرة، سواء منهم اللي قعد على طول أو اللي قعد 4 سنين، اللي قعد إلى آخره. دول قدروا يحققوا درجة من درجات التوازن المالي لأنه رجعوا بإيرادات وحصيلة سمحت بأن المصريين ما ياكلوش بعض. فسنة 80 ما جاش الرخاء، لكن ما وصلش حدة الصراع الاجتماعي والتناقض والفقر المستوى اللي احنا واصلين فيه. نفس الكلام احنا بنسمعه برضو في عهد حسني مبارك، كنا بنسمع عن التنمية والاستقرار والإصلاح الاقتصادي وأنه في رخاء أو في نمو اقتصادي بمعدلات عالية، ثم تبين الأمر في النهاية بأننا في حالة خراب اقتصادي. الآن مثل أي طبيب يحكم على الحالة العامة للمريض من خلال مجموعة من المؤشرات الأساسية، منها مثلا في حالة الاقتصاد المصري مؤشر المديونية وصل لغاية فين، معدلات التضخم، طيب مستوى المعيشة، بما انك اشرت لموضوع المديونية كلها مؤشرات سلبية للأسف، لانه ده كان بداية اصلا الحلقة والتصريح المتعلق بالبنك المركزي او بيان البنك المركزي بخصوص الاستثمار في ادوات الدين. خلينا اقف معاك عند الطريقة اللي بتدار بيها او بيدار بيها ملف الديون في مصر، هل هي طريقة جيدة ام هناك عليها تحفظات؟ لا، مش تحفظات، هناك رفض من كل الاقتصاديين الوطنيين اللي فاهمين اقتصاد صح وفاهمين مخاطر هذه السياسة على حاضر ومستقبل البلد دي ومستقبل الأجيال اللي جاية. الحكومة المصرية بقى مستمرئة الحقيقة منذ سنوات، وبصفة خاصة في ال5 سنين الأخيرة مستمرئة حكاية أنه تسدد خدمة الدين أو تقوم بخدمة الدين من خلال مزيد من الدين، سواء كان في إطار الفوائد أو في مجال الأقساط، وبتكسب وقت. يعني جزء من هذا العام والعام الماضي كان المفروض تسدد الحكومة المصرية أو ترد جزء من الودائع لدى الأشقاء اللي هو العرب، أو تسدد ديون تزيد عن 19 مليار دولار، وبالتالي ده كان هيبقى له تأثير خطير وضار على الاحتياطي النقدي وبالتالي على سعر الصرف، ونعود مرة تانية إلى حلزون تغريق الجنيه أو تخفيض قيمة الجنيه بالنسبة للدولار الأمريكي والعملات الأجنبية. يعني استمرار السياسة دي الحقيقة بلا أفق، وللأسف يعني كل المسؤولين المحيطين بمتخذ القرار إما أنهم يعني مش فاهمين طبيعة التنمية وطبيعة مشكلات الاقتصاد المصري وكيفية الحلول أو السياسات البديلة لإنقاذ الوضع، أو أنهم متكسبين الحقيقة من هذه الحالة وبيرددوا نفس الكلام اللي كنا بنسمعه على مدار 40 طب سنة. طب ما هو بيقال برضو يا دكتور أبو خالي أنه طب ما كل الدول العالم بيحصل عندها استدانة، وبالعكس في دول ديونها عشرات أضعاف الديون المصرية بما فيها دول كبرى وعظمى، انتوا ليه بتضخموا ملف الديون؟ لا، هو هي كلمة حق أريد بها باطل. الدول اللي بيشار إليها واللي معدل الدين عندها، الدين العام، تجاوز المناسيب أو المعدلات المطلوبة والمأخوذ بها في دول الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال أنها ما تزيدش عن 65%، هذه الدول تمتلك طاقة إنتاجية وتمتلك بنية إنتاجية وقطاع سلعي قوي، وبالتالي تستطيع أن تلبي أو تخدم هذا الدين دون أن يؤثر على هيكلها المالي والتوازن الاقتصادي والمالي فيها، بعكس الدول اللي أصرفت في الديون زي اليونان على سبيل المثال،
وبالتالي وصلت الى حد الافلاس، وادى ده الى مدار خطيره، لانها اضطرت انها تبيع جزء من، يعني استغلت بعض الدول بما فيها المانيا والمستثمرين الالمان، استغل الوضع السيء في اليونان من اجل تقديم المساعده لها، في انه اشتروا جزء كبير من الاصول المملوكه للدوله في اليونان، وده كان عامل حاله من حالات الاستياء الشديده بين الشعب اليوناني، وهكذا. يعني القدره الانتاجيه والقطاع السلعي تحديدا داخل الاقتصاد اللي هو الزراعه والصناعه والكهرباء والطاقه وقطاع البناء والتشييد، لما هذه القطاعات تبقى قطاعات قويه تستطيع ان تخدم هذا الدين دون ان يكون هناك مخاطر حقيقيه. لكن في حالتنا احنا بنستلف علشان نتوسع في مشروعات انتاجيه، حجم ما انفق على مشروعات البنيه الاساسيه اللي هي يعني جزء منها غير ضروري الان على الاقل، زي الطرق والعاصمه الاداريه وبعض المدن الجديده وبعض المنشات العمرانيه، الحقيقه حجمها هو رئيس الجمهوريه في احدى المرات قال احنا صرفنا في الثلاث اربع سنين الماضيه 2 تريليون جنيه، بس ما تقولوليش انا جبت الفلوس منين. يعني ده منطق برضو يعني مش مقبول في بناء سياسات تشاركيه ما بين مجتمع وما بين مسؤولين وبين المسؤولين وبعضهم. يعني احنا عايزين نعرف الاثنين تريليون جنيه دول اتصرفوا في ايه، ودول لو كانوا راحوا لقطاعات انتاجيه كان الوضع الاقتصادي في مصر افضل كتير. وانا حدي مثل، يعني حكومه الرئيس السيسي والقوات المسلحه اغدقت في الفتره الاخيره في انشاء المزارع السمكيه، واغدقت وانشات مزارع سمكيه ضخمه. المفترض والمنطق الاقتصادي بيقول انه طالما لديك وفره في الانتاج السمكي الاسعار تنخفض، ما بتنخفضش. معناه انه السمه الاحتكاريه داخل المسيطرين على بعض القطاعات الانتاجيه وبعض القطاعات التجاريه، المسيطرين ككبار التجار وكذا، هم اللي بيحددوا الاسعار بصرف النظر بقى عن اليات العرض والطلب وحريه السوق وكل الكلام الفاضي اللي مالوا دماغنا بيها حوالين اقتصاد السوق واليات دليل العرض. ان العرض بيزيد وفي نفس الوقت الاسعار لا تنخفض. انا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور عبد الخالق فاروق. تمام الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا على هذه المشاركه القيمه. أوصت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتغريم الصحفي الرياضي أحمد درويش 10,000 جنيه لهجومه على اتحاد الكرة ونظام بيع تذاكر كأس أمم إفريقيا على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، وألزمته لجنة الشكاوى بكتابة اعتذار على صفحته وتوجيه إنذار نهائي بغلق الصفحة حال تكرار المخالفات. كما قرر المجلس تغريم صحفي بمؤسسة الأهرام 15,000 جنيه لما وصفته بتطاوله على نائب وزير التعليم الدكتور محمد عمر عبر صفحته على موقع فيسبوك. وفتح القراران الباب أمام المخاوف من أن يطال الحجب الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا، بعدما طال مئات المواقع خلال العامين السابقين في ظل قانون ينص على معاملة الصفحات التي يتجاوز عدد متابعيها 5,000 شخص معاملة المواقع الإخبارية. عبر الهاتف الأستاذ هشام قاسم الناشر الصحفي، برحب بك يا أستاذ هشام. أهلا. واضح أننا انتقلنا لمرحلة ملاحقة أيضا صفحات الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني لم يعد الأمر مقتصر على المواقع والحجب والسيطرة والاحتكار، لكن وصلنا حتى لملاحقة الصفحات الشخصية وتغريم أصحابها والتهديد بحجبها. يعني هي دلوقتي احنا ممكن نقول وصلنا لمحاولات حجب الصفحات الشخصية واتخاذ إجراءات عقابية ضد أصحاب الصفحات. لكن لو جينا نتساءل، أولا بنلاقي الاثنين الصحفيين، في واحد في توصية بتغريمه والتاني في قرار بتغريمه. مش مفهوم ايه الفرق. كويس. وبعدين واحد استجاب اللي هو بيشتغل في قناة المخابرات دي ام سي ووافق انه يعتذر، بينما التاني استمر.
مش واضح ايه هي الآلية لتنفيذ التغريم ده. يعني هل حد مثلا من المجلس الأعلى هيروح له البيت ويفرض عليه او عليهم انه يسددوا الفلوس، ولا هل هتتخصم من جهة العمل اللي هي في النهاية سواء في الأهرام أو في القناة التابعة للمخابرات تابعين للنظام الاثنين؟ فالوضع مش مفهوم. وبعدين يعني دي محاولة لخلق كيان فوق قانوني، حاجة فوق القانون. في الحالتين مفروض يكون في إجراءات تحقيق وتوجيه اتهام بسب وقذف. فبنجد انه هنا يعني محاولة لعمل نظام عقابي موازي للنظام القائم بدون ما نحدد ازاي، وهل ده افتئات على النظام القضائي المصري ولا ده وخصوصا شيء يعني ان بديهيات الـ يعني صدور قرار بهذا النوع لا تتيح حتى للشخص ان هو يدافع عن نفسه، انه يتم استدعائه للتحقيق ويناقش فيما نشر وبعد كده يتخذ القرار. لا، هو بيحصل اجتماع داخل المجلس بيتخذ القرار انه خلاص هذه اعتبرناها اساءة. وحتى في حالة يعني انه شخص بينتقد نائب وزير فيما يخص اداء عمله بتعتبر دي برضو مش مقبولة. ما بالظبط، ان الناس اخترت بان في عقوبه انزلت عليهم، مش بان في تحقيق يجري معاهم، وانه اذا ثبت من التحقيق ده انه في تجاوز للقوانين انها هتنزل العقوبه. فدي ناحيه. الناحيه طبعا الثانيه انه الغريب يعني ان ما فيش غير في الإعلام أو فده برضه في حد ذاته مؤشر مخيف. هل الصحافة المصرية هتبتدي تستسلم لمحاولات خلق؟ بس الكلام ده معناه ان هي عندها بديل اصلا استاذ هشام، او عندها حريه الاختيار في النهايه؟ الوضع القائم ويمكن حضرتك اكيد على اطلاع بيه ما فيهوش اختيار، يعني اذا قيل ان هذا الخبر لا ينشر لا ينشر، يعني هو ليس اختيار من الصحافه. بالتاكيد، بس يعني هي الموضوع يعني دخل في مراحل اصبحت حرجه. ده خلاص مستقبل الاعلام كله وقدره جهاز كده مش مفهوم، او كيان يعني او مجلس مش مفهوم ايه صلاحياته، على انهي اساس له الصلاحيات دي انه يبتدي ينزل العقوبات بمن يشاء من الصحفيين. يمكن فده في حد ذاته في بداية إنشاء هذا المجلس أو المجالس يعني الصحفية بما فيها حتى الهيئة الوطنية للإعلام وللصحافة، كان في تفاؤل عند بعض الناس إنه خلاص كان في مشاكل في الإعلام لكن هذه الجهات ستنظم وستضع القواعد وما إلى ذلك. لكن الواضح إنه منذ إنشاء هذه الكيانات وهي فقط تلاحق كل الآراء، يعني تعاقب وفقط، لا تنظم ولا تفعل أي شيء، هي فقط تعاقب وتهدد وتلوح، تراقب المسلسلات وتقوم بعمل مراقب عليها، مش مفهوم الحقيقة. ما يعني طبعا التفاؤل ده الحقيقة وجدناه مع أنصار النظام أو من أنصار تدجين الإعلام أو تكميم الإعلام، إنما يعني ما أعتقدش إن في أي مراقب محايد كان بيشارك في هذا التفاؤل. وفي النهاية هو أصبح يعني كيان مش مفهوم إيه صلاحياته. وجدنا السيد مكرم محمد أحمد اللي بيرأس أحد المجالس الثلاثة بيفتخر في حوار مؤخرا بأنه أقوى من أي وزير إعلام في تاريخ مصر، بينما إحنا عارفين وظيفة وزير الإعلام دي كانت إيه. وزير الإعلام كانت مهمته قمع وإسكات الإعلام، مش الدفع بالإعلام للأمام. فالراجل بيفتخر بانه اقوى منهم كلهم، اقوى من صفوة الشريف ويعني كل من ساهم في وصول الاعلام للحال اللي وصل له. فيعني هو وضع نقدر نعتبره مزيد من التدهور للوضع الاعلامي.
للأسف. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ هشام قاسم الكاتب والناشر الصحفي، شكرا جزيلا. بدأ نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تدوين عن الدكتور وليد شوقي عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 أبريل سابقا بعد قضائه 8 أشهر في الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في القضية رقم 621 دون اتهامات واضحة. ألقي القبض على وليد شوقي في 14 أكتوبر الماضي من عيادته بالسيدة زينب وظل مختفيا لمدة 6 أيام ليظهر بعدها في نيابة أمن الدولة بمحضر ضبط تاريخه يوافق يوم ظهوره وليس يوم القبض الفعلي عليه. معنا عبر الهاتف هبة أنيس زوجة الدكتور وليد شوقي، برحب بك يا أستاذة هبة، يعني تعليقك على هذه الحملة والهدف منها. أهلا أستاذ سامر، احنا لحد دلوقتي بقالنا 8 شهور مش عارفين وليد محموس علشان ايه. الاتهامات اللي وجهت ليه كانت شقين، الشق الأول انضمام لجماعة أسقطت على خلاف القانون، الشق الثاني نشر أخبار كذا. لو مسكنا الشق الأول هم قصدهم بالجماعة نفس التقدير. طيب أوكي. هو كان عضو مؤسس في الحركة وصلها من 3 سنين، والدليل على ده إن هو نزل 4 مقالات نقدية في موقع مدى مصر بتنقد الحركة والتجربة بشكل عام وبتطلع فيها أخطاء وكل الكلام ده. فهل من المنطق أو من المنطقي إن يكون في شخص لسه منتمي لكيان ما هينقده أو هيكتب حاجة مخالفة لي؟ طيب أنا بسأل الشخص أو الجهة اللي بتراقبنا وبتراقب صفحاتنا وبتراقب تليفوناتنا وكل الكلام ده، هي ليش بتقرا الكلام ده؟ مش بشوف المقالات دي، بشوف الشخص اللي عندها المقبوض عليه بقاله 8 شهور عمل كده ولا لا. الحاجة التانية اتقبض عليه تهمة نشر أخبار كذبة. احنا لو جبنا الصفحة بتاعته وعملنا سكرول كده لحد سنة فاتت مش هنلاقي حاجة مكتوبة غير صورة عن بنته، حاجة عن العيادة بتاعته، حاجة عن طب الأسنان، مفيش أي حاجة ليها علاقة بالسياسة. فأنا مش قادر أفهم فعلا هي فين الاتهامات. وليد طلب أكتر من مرة إنه يقابل ضابط الأمن الوطني في سجن ترى بدون أي رد. هو عايز يفهم هو مقبوض عليه. احنا نفسنا مش فاهمين. طيب الدولة دايما بتقول والرئيس بيطلع بيقول احنا بنعمل مؤتمرات شباب وبندعم المبادرات الشبابية، وده كلام حلو جدا علينا وعلى راسنا. احنا الشباب، احنا مش حد بيتكلم معانا ولا حد بيسمعنا. فهل من المنطق ان في شخص بيتعاقب على حاجة كان عملها؟ انا مش شايف اي منطق في ده الحقيقة. بأثر راجعي. مش شايف اي منطق انه كان قال رأيه زمان فبيعاقب عليه، ولا هو مثلا القضية دي فيها تارجت معين او عدد معين لازم اكمله من الناس فانا بجيب الناس وبسيبها. طب في منطق بيقول يعني احنا مثلا في الزيارة واقفين في الطابور، انت جوزك في قضية ايه، انت ابنك في قضية ايه، كلها بلس يعني 90% منها قضايا نشر. ففي منطق بيقول ان في الاف في السجون في قضايا نشر. يعني ايه في السجون بيقعدوا 2 سنين في التحقيق اللي هو ايه على ذمة القضية؟ في منطق بيقول ان في 2 سنين بيتحقق معايا بيشوف ده متهم ولا لا، ده التاجر المخدرات ولا اللي يقتل ولا اللي بيعمل جريمة بيتحكم معاك تاني في الجلسة. فأنا مش شايفة. طب اللي هو لما بينزل في الجلسات بيحصل تحقيق ولا هي بتكون جلسات روتينية كده لتجديد الحبس فقط؟ الجلسات كلها فيما عدا الجلسة الأخيرة كانت بتبقى جلسات روتينية. هو أصلا بيبقى سامع اللي بيحصل بره ولا احنا بنعرف نخش، هما بس المحامي بتاعه اللي بيعرف يدخل. الجلسة الأخيرة هما سمعوا المحامين، سمعوا أستاذ خالد علي وأستاذ طاهر أبو النصر، وفي الآخر ما كانش في أي رد فعل. هما سمعوهم طيب شكرا وخلاص، برضه اتجدد 45. ده كان في المحكمة؟ ده في المسلسل ده. المحكمة. بالظبط. طب الحملة إيه الهدف منها يا أستاذة هبة؟ الحملة الهدف منها إنه الناس ما عملتش حاجة تخرج، إن الناس اللي إحنا بنطالب فعلا التحريات تتعمل. يعني فيش منطق بيقول إن في مسجون ينزل فيلا يلا بينا نجدد بعد كده نبقى نعمل تحريات، مش حاجة اسمها كده. في عمر بيضيع وفي مستقبل وفي بيت وفي بنت محتاجاه. طيب يعني كل اللي إحنا بنطالب بيه إنه يتعمل تحريات صح ويبان الشخص ده ما عندناش أي مانع إن إحنا ندفع ثمن حاجة عملناها، بس هو حرفيا بيدفع ثمن ولا حاجة، هو ما عملش حاجة أصلا. ده واحد متاخد من عيادته، لا متاخد من مظاهرة ولا متاخد من هو بيضرب حد ولا بيرمي طوب ولا كل الكلام ده. طيب ظروف حبسه عاملة إيه يا أستاذة هبة؟ يعني هل بتظروف انتظام؟ هل هو عنده مشكلة في المعاملة في الداخل؟ اشرح لنا. طيب هي ظروف الحبس يعني نسبيا تعتبر مقارنة بحالات أخرى يعني أحسن الوحش. بس إحنا من يوم الثلاث من بعد وفاة مرسي لحد الخميس ما كانش فيه زيارات، كانت ممنوعة. بدأوا يفتحوها السبت لأسماء معينة وأسماء تانية لأ.
يعني حتى الآن ما فيش شكل واضح لفتح الزيارة. الزيارات بقى عشان تدخل لحد جوه مثلا كتاب بكل تصنيفاتها من أول ميكي لحد الروايات ممنوعة، عشان ندخل مثلا مروحة ممنوعة، لازم تكون مروحة سقف. طب ايه الفكرة مروحة ستاند عليها؟ لا ممنوعة. ممكن اللي بيفتش يطلع يقرر من غير أي حاجة ان احنا مش هندخل العصاير ولا البن. طب ليه هو كده؟ مع انه ده مش قانوني، هو بس هو ده موجود اللي بيحصل في تورا. في طورة تحقيق. تمام، يعني اتمنى ان شاء الله يعني يكون حد سمع هذه التوضيحات، لانه بالتاكيد هو حتى لا يحصل على فرصه كافيه بحسب شرحك يعني في جلسات التجديد ان هو يوضح هذه الامور. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذه هبه انيس، زوجة الدكتور وليد شوقي، العضو السابق بالمكتب السياسي لحركه شباب 6 ابريل. نخرج الان الى فاصل ثم نعود لنناقش ونفتح قضيه النوبه. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. أعلن وزير شؤون مجلس النواب بدء إجراءات صرف التعويضات للمتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة لحصر المتضررين الذين لم يسبق لهم الحصول على تعويضات. وأوضح الوزير أن اللجنة الوطنية لصرف التعويضات انتهت من حصر المستحقين والذي يصل إلى نحو 12,000، مضيفا أن اللجنة قررت تمليك المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان الأراضي التي بنوا عليها أو حصلوا عليها بحق الانتفاع. نرحب في الاستوديو بالبروفيسور تامر سالم، أستاذ زائر بجامعة أكسفورد ورئيس المجلس النوبي في بريطانيا. برحب بك يا فندم معايا في بتوقيت مصر. تعليقك على هذا القرار وهذه الخطوة، وما إذا كانت قادرة على إنهاء الأزمة المزمنة التي تمتد العقود لمواطني النوب. والله إحنا أولا بحييك وحيي المشاهدين. إحنا عندنا مادة في الدستور هي المادة 236، والأساس إن إحنا بنطالب بتفعيلها. تفعيلها يعني هي ذكرت صراحة عودة النوبيين إلى مناطقهم الأصلية. المناطق الأصلية اللي هي خلف السد، أما ما تقوم به الدولة الآن اللي هو إحنا يعني بيكون علينا ليه تحفظ. إحنا بنقول بنشكركم إن أنتوا أخيرا افتكرتونا بعد 60 سنة وفكرتوا إن أنتوا تبصوا إن لينا مادة في الدستور، بس يعني الأمور لا تعالج بهذا الشكل. المفروض أنت تعمل لي قانون منظم لعودتي عشان تفعل الدستور. والموضوع دوت حصل في أيام العدالة الانتقالية في 2016، و70 نائب وقعوا على هذا الأمر، بالتالي كان المفروض يعرض على لجنة، اللجنة التشريعية، ويطلع لنا قانون منظم لعودتنا بشكل منظم. ده الطبيعي والعادي والرسمي بشكل رسمي. إنما تيجي أنت عشان في سبتمبر هناخد اللقطة وهنجيب الناس وهنفرحهم بشوية شقق، وده تشتيت جديد. أنت بتشتت لمرة ثانية وتالتة، وبتدي النوبيين شيء أو بتعرض عليهم شيء من حافز نقدي. طبعا معظم أو يعني معظم الشعب المصري للأسف طبعا مع معاناة الأسعار وكده، ففي ناس هيكون عندها إغراء إن هي تاخد أي مقابل مادي وتخلص. فطبعا ده أسلوب إحنا يعني هو ده اللي إحنا بيحز فينا ويزعلنا. يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إحنا ضحينا من أجل مصر، والأراضي اللي هجرنا إليها دي أرضي عن النيل. تخيل أنت أرض عن النيل النهاردة، الفدان أي فدان عن النيل أقل شيء 2 مليون. النهاردة أنت بتقول لي الفدان هعوضك بيه ب25,000، تمام؟ 25,000 ومنا من عندي كسر الفدان هحسبه لك فدان، والمنزل هديك 225,000. 225,000 هيتوزع على ورثة، تخيل من سنة كذا، أو في أحفاد، وبتطالبني إن أنت هجيب لك إعلام وراثة وموافقة الورثة، يا كده يا إما هحطهم لك نقدي في البنك، ووقت ما تخلص ورقك تبقى تروح تاخدهم. إذن أنت بتدفن القضية بشكل نهائي. خلينا نسمي الأمور بمسماتها. أنت بتدفن القضية بشكل نهائي، عايز تاخد لقطة إن أنت حليت القضية. ولكن إحنا بنشكرك يا سيادة الرئيس إن أنت نظرت لأهل النوبة، ولكن اللي تحتيك سواء اللي خد القرار أو صاغه بهذا الشكل إحنا علينا عليه تحفظات. وكم من الناس طلبوا مقابلة الرئيس بشكل شخصي ولكن لم يحدث. النوبيين عشان خاطر يبقى في شيء فعلي نقول لك في كذا في كذا، إنما الموضوع اتحل أو مجموعة من المنفذين أو المستشارين تمام قالوا إن إحنا الموضوع يحل بهذا الشكل، وإحنا طبعا لنا تحفظات وكما أقول لك تكاد تصل إلى رفض هذا الأمر. مع العلم ان انا لما قال لي الاستاذ مسعد هركي اللي هو الشخص اللي هو يعني عندنا في الشارع النوبي بينظروا له ان هو رجل المخابرات وبيبقى لهم عليه تحفظات،
جاب قال ان انا عندي موافقه من القوات المسلحه بالست مناطق، ست مناطق الجديده اللي هيهجرونا ليها، وذكر فرقندي ووادي الامل دول منطقتين، ولم يذكر بيت المناطق. وقال لو انتوا قابلتوا المقابل النقدي مش هيكون في بقيه مراحل هتتنفذ. اذا انت يعني عايز تعمل لي تثبيت في هذه المرحله وتقول لي ان انا عندي ست مراحل، في حين ان هي ما فيش ست مراحل، عندك 1200 بيت هتوزعهم على الناس في سبتمبر، وهتقول ان احنا حلينا مشاكل النوبي، والباقي هتقول هياخد نقدي و4000 فدان هديكوا، كان فدان في فرقندي وفي وادي الامل. وطبعا المناطق دي انا لو حكيت لك حتى في مجموعه رجال اعمال هنا في منوبيين هنا مغتربين حاولوا ان هم يستثمروا في وادي الامل والقوات المسلحه دمرت لهم اللي هم عملوه. فحاجات كتير احنا حاولنا نعملها بشكل فعلي، ولكن للاسف احنا يعني بنصطدم بالبيروقراطيه وبالاشكال، ان هو عايز يحل وفي نفس الوقت ما بديش الحل القانوني الرسمي اللي يرضينا. فبذلك كل ده عندنا تحفظات على هذا الامر. طيب برضه خلينا نشير ان الاستاذ مسعد ليه حق الرد، يعني اذا اراد. نعم نعم. اسمه ذكر. بس خلينا برضه نقول انه ممكن يكون حد يتفرج علينا دلوقتي يقول طب افرض الناس كلها او بعضها او ايا كان شاف الصيغه دي صيغه مناسبه وقابل بيها وحصل على التعويض، ايه المشكله بالنسبه لك؟ في النهايه ما نسيب الناس نشوف ممكن الناس يعجبها هذه الصيغه. ما هو ده اللي طرحه الاستاذ بوسعد، واول لما انا كلمته قلت له جزاك الله خير، ولكن انا برصيت للشارع النوبي برضه والمعظم النوبيين قالوا ايه؟ قالوا ان احنا متحفظين على هذا الامر، ان ده كده دفن للقضيه بتاعتنا، وكده انت مش هترجعنا لاراضينا الاصليه. على الرغم ان احنا قلنا في يعني عملنا نوع من الفلكسبيليتي او المرونه، ان احنا نقول طيب خلاص في 110 فدان، حتى على الرغم ان قرار الرئيس ده كان قرار غير دستوري اللي هو 3/4 اللي اقتطع ال 110 من جنوب مصر بمسافه 20 كيلو طولا، ان الاراضي دي احنا المفروض نرجع لها. تمام، اقتطعها القرار الرئيس، قلنا خلاص طيب خد ال 110 دول وادينا الباقي. مفيش، هتتعمل منطقة عسكرية وهتتباع للمستثمرين وهيتم التنقيب فيها عن المعادن، واحنا ما عندناش مانع لو يعني لو احنا شايفين ان احنا هنضحي تاني لمصر ما عندناش مشكلة، ولكن نرجو نظرة لإعادة الحق لأصحابه، ودي مش منا انت، ما يعني مش بتعطيني عطية، ده حقوق طبعا، حقوق تاريخية وقديمة، ده اللي احنا بنتكلم فيه يعني. ده اللي احنا بنتكلم فيه ببساطة، تفعيل المادة 260 بشكل فعلي، وليس بشكل ان هي ناس تروح للرئيس تقول له احنا نفذنا واحنا خلاص راضينا نوبين. ما ينفعش الكلام. انت بتتكلم عن الماده 260 وهي ماده في النهايه 236 236 عفوا، وهي ماده موجوده في الدستور وبتضمن حق العوده للنوبيين، ماده واضحه وصريحه صراحه كامله يعني. طب ليه ما بتعملوش تحركات قانونيه؟ يعني ليه ما بترفعوش دعاوى؟ ليه ما بتتحركوش بشكل يا فندم؟ الاستاذ منير بشيري عمل اعتراض في مجلس الدوله على القرار 3/4 بتاع الرئيس السيسي، اتعمل كل الكلام ده، تخصيص الاراضي. الاستاذ منير بشير هو اللي عمل برضه العداله الانتقاليه اللي حضرتك، وتعرض على 70 نائب، وكان المفروض 2016 تعرض على اللجنه التشريعيه، والاستاذ علي عبد العال قال قريبا هيصدر قانون النوبه، وجينا بعد كده هو بيقول لا دي ماده مشيطنه على الماده الدستوريه وماده مفخخه. كل المواد لا اله الا الله، كل المواد مفخخه، وبعدين كنا خايفين من تعديل الدستور، يعني هو كان تم ترميم التعديل ولا زلنا خايفين ان الماده دي. دكتور علي من اسوان المفروض، صح؟ ما هو من اسوان ومن دراوه، وده يعني اللي مزعلنا، هو ادرى، وده اللي مزعلنا، وده الكلام اللي قلناه لسياده النائب ياسين عبد الصبور، ان كنا احنا كان لنا تحفظات على الحاجات بتاعت الاستاذ مسعد هركي، فسيادتك نائب النوبه اطلع اتكلم، اطلع قول ان انا عندي موافقه رسميه وعندي موافقه من القوات المسلحه بالست مناطق. لحد دلوقتي ما يقدرش يقول الكلام ده. ازاي كلام يعني؟ يعني هل ان انت بتقول عندي ست مناطق وبعدين تيجي تحجج ان انتوا قبلتوا المقابل المادي، او في بعض الناس لحاله العاوز او اللي ان هي محتاجه؟ طبعا المغتربين طلعوا قرار من الاتحاد النوبي النوعي لكل الاتحاد النوبي بالخارج، صدر قرار بان احنا رافضين هذا الامر، واحنا عارفين ان في ناس بالداخل يعني هتكون عندها حاله ضعف ان هي تقبل المقابل المادي برغم ان هو زهيد جدا ولا يوفي كما قلت لك يعني. بيت هل المشكله والتحافظ على المقابل المادي انه ضعيف، ولا في اصرار على العوده للاراضي؟ لانه طب ماشي لو انت هو الاصرار، هو الاصرار. المقابل المادي ده مجرد اغراء عشان خاطر يجي يقول ان خلاص لا، المقصود انه لو اترفع المقابل ده بقى بشكل لا لا، وفي اغراء تاني ان في شقق لو انت مش عايز في اسوان، احنا كلنا عايزين في اسوان وكلنا عايزين اراضينا خلف السد حسب تفعيل الدستور، متمسكين بهذا الامر ومصرين عليه. في اغراءات تانية ان انت ممكن تاخد شقه في القاهره او اسكندريه او اسماعيليه، وما ذكرش الشقه دي هتستلمها امتى ومساحتها قد ايه، يعني يا رب تطلع اوضه وصاله ويا رب تعرف تستلمها في فتره وجيزه. انما بالتاكيد احنا متاكدين بالنسبه للاسف اللي يعني المعاناه اللي بنعانيها من البيروقراطيه طبعا، بالتاكيد الموضوع ده برضو مش مضمون. يعني شيء هلامي، هتاخد شقق في كمان، عايز في القاهره، عايز في اسكندريه، عايز، والشقه دي طب مساحتها قد ايه بتاع، ما فيش اي تفاصيل، مجرد اغراءات
ان انت يعني ليك وهتاخد وعلينا وهتدفع، وبعدين في النهايه خلاص انت قبلت بالمقابل النقدي لان انت ما لحقتش تقدم ورق او عندك 3 أسابيع و10 ايام للتظلم. طب والمغتربين في حاجات كتير ما تحلش، وبس في اسوان وتقدم في اسوان واخد بالك، او تجمع توكيلات من الورثه كلهم لحد ينوب عنكم ويروح يقدم لكم 3 أسابيع و10 ايام تظلم. يعني فتره وخلاص الحق وهنعمل اللقطه في سبتمبر ان احنا خلاص النوبين رضوا. وبعدين خد بالك من حاجه، ده استباق لشيء تاني، احنا مش عايزين برضو يعني حتى الاستاذ حمدي سليمان اللي هو رئيس الاتحاد النوبي في النمسا اللي هو كان المتهم الاول في قضيه الدفوف اللي مات فيها الاستاذ جمال سور رئيس الاتحاد النوبي في فرنسا ولم يتم التحقيق في وفاته، تمام، داخل بسبب ان هو نوبه سكر وهذا لم يتم التحقيق في وفاته ان ما توفرلوش. فاكرين القضيه؟ طب فاكرين القضيه؟ نعم احنا بنفكر بيها تاني لان كل ده جراح عندنا بيزيد. يعني احنا بنقول هل جزاء انت بتقول لازم يبقى قبل سبتمبر، ليه سبتمبر؟ سبتمبر لان هو بيستبق وفي مؤتمر في نوفمبر هيكون في جنيف، واحنا عندنا طبعا برضه استاذنا الاستاذ محمود فضل رئيس الاتحادات النوعيه النوبيه اللي هو في جنيف، ففي مؤتمر هيتم استباقه. المؤتمر هذا هيكون في موضوع الاقليات، وبعدين كمان احنا مش عايزين الموضوع مؤتمر دولي، يعني مؤتمر دولي نعم. فطبعا الاستباق لما هيحصل ان احنا خلاص احنا بتوع الفهلوه واحنا، وده اللي بيضايقنا، احنا ناس بيجي لكم دايما مستقيمين نبص نلاقي ناس بتشتغل سامحني بالثقافه الفهلوه وثقافه، وان احنا خلاص كده عملنا اللقطه وانه بينا انبسط واحنا حلينا الموضوع يا فندم وحلينا الموضوع يا اتحاد دولي وحلينا الامم يا امم المتحده ومحدش يتدخل بيننا وبينهم. فده مش يعني ده مش الشيء اللي فيه احترام لعقول الناس، ده معلش سامحني جهل وتجهيل واستغلال لبعض الجهلاء او بعض الناس اللي عندها حاله عوز. خلينا نسمي الامور بمسميتها لان ده اللي مزعلنا. طب يعني خلينا نوضح لانه يمكن كتير من الناس اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي ممكن يكونوا مش فاهمين، يعني طب انتم متمسكين ليه بالعوده للنوبه؟ في النهايه دي جيل تاني وجيل تالت ولا اغلبيه الساحقه لم ترى يعني لم تولد هناك اصلا، فبالتالي ليه هذا الاصرار اذا كان في المقابل هيتم تخصيصها لمصلحة إقامة مشروعات في الدولة أو ما إلى ذلك، وأنتوا في المقابل هتحصلوا على تعويضات للإصرار على الرجوع لهناك؟ إحنا مش معترضين أبدا، ده إحنا عايزين نشارك، وهو ده اللي بيزعلنا. يعني في نفس الخبر اتنشر في الجريدة الرسمية مع تعيين مستشار للرئيس، طب هات لي أنت حد في الوزارات دي أو في المستشارين دول واحد نوبي. معلش ما إحنا خلينا نتكلم، وإحنا عايزين نساهم في المشروعات اللي حضرتك بتتكلم، لأن العودة إلى المناطق ديت وإن النوبيين يساهموا في تنمية الوطن. المشير طنطاوي كان وعلى فكره حضرتك ده رايي الشخصي، كان اكتر راجل مؤتمن معلش في كل العسكريين، اكتر راجل بالنسبه لنا احنا بنحترم، على الرغم ان بعض الناس بتقول لا ده سلم البلد للاخوان وبتاع وكلام زي كده، الراجل ده راجل محترم جدا، والراجل ده باعتراف رئيس السيسي تحيز عشان بلدياتك، مش تحيز امانه راجل لم يخون وراجل سلم الامانه كما ينبغي ان تسلم. يعني ليه رغم ان هو نوبي والدكتور علي عبد العال من اسوان، فبالتالي في ناس من كبار اهو رجال الدوله وموجودين في مراكز صنع قرار، ليه ما بيساهموش في حاجه؟ انا مش عايز اقول ان الاستاذ يعني علي عبد العال هو يعني يعني من اسوان ولكنه مش نوبي، مش عايز اقولها، لان بس احنا رد الفعل بتاعه لما يشيطر على الاقل عارف القضيه بشكل جيد، عارف القضيه، ما هو ده اللي مزعله. وبعدين كان في بعد على طول في 70 نائب وقعوا في العداله الانتقاليه، المفروض الموضوع كان على طول يروح لجنه تشريعيه، ده السليم والقانوني، ما حصلش عشان تفعل الماده 236 فعليا وبشكل منظم. تمام، فاحنا مع يعني ما احنا ماشيين في الشيء العادي والطبيعي وبنطالب بالاطار الطبيعي والقانوني، مش الاطار سامحني بالكلمه العاميه الهلهلي اللي عملوه دوت، لا قرار مش عارف كذا وتوقع عليه ما ينفعش. طب انتوا متواصلين مع قانون منظم عشان خاطر انا من حقي ان انا حتى بعد فتره التظلم انا لو من حقي اعترض على القانون. انما ما تجيش تقول لي ان حصل قرار وكذا وخلصت وفاتك كل شيء والموضوع خلص وملكوش عندنا حاجه. الموضوع لا يحل بهذا الشكل. طب انتوا متواصلين مع النوبيين في الداخل عشان تبقوا عارفين برضو الراي العام رايح لفين؟ بالتاكيد، حتى الاستاذ مؤسس عاده تواصلت مع السيد نائب النوبه في تواصل دائم مع الاستاذ ياسين عبد الصبور، حتى اخر مره لما سافرت هو كان معايا واخد بال حضرتك، وبشكر مجهوداتهم كلهم لان انا في ظني ان كل نوبي بيعمل من اجل النوبه، هذا يعني هذا ظني فيهم كلهم، ولكن المطلوب الان تفعيل من الدوله. احنا ناس زي ما بقول لكم يعني ببساطه وبالعاميه المصريه بيجي لكم كده، ما عندناش اللوع، ما عندناش مطلوب مصارحه، مطلوب مصارحه وتفعيل في قاعده والله الدوله احنا محتاجين كذا ونبين احنا محتاجين كذا ويتم تفعيل الماده 236
هذا هو ده المفتاح، هذا هو المفتاح، وهذا هو اللي لازم يحصل. مش مجرد ان انت عايز تاخد اللقطه وعايز بالشكل، سامحني اجين موضوع الفهلوه وان احنا حلينا، مش حل. انا بشكرك شكرا جزيلا. ألف شكر سالم استاذ زائر بجامعه اوكسفورد ورئيس المجلس النوبي في بريطانيا، اسعدتني بوجودك. ألف شكر استاذ تامر. نشكركم ايضا على متابعتكم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه. غدا باذن الله حلقه جديده من بتوقيت مصر، نراكم دائما بخير.